السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. لا لا. السلام عليكم. عليكم السلام. تحفيز نقولوها تحفيز يعني ملي كنسمعوا قصه نجاح ولا القصه ديالي مع شي حاجه يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كيسردوا لنا القصص ديالهم كيكونوا ناجحين. اي واحد راه يمكن ليه يكتب القصه ديالو. كلنا قادرين اننا ننجحوا، كلنا قادرين اننا نكتبوا القصه ديالنا. كل واحد كيفاش غيكتبها، كاين اللي غيكتبها بالخيط وهذا تمسح، كاين اللي غيكتبها في الرمله وهذا تمشي يديها للبحر، كاين اللي غيكتبها مرحبا، كاين اللي غادي يكتبها بالذهب باش كتبقى ديما. يعني الناس الناجحين كيكتبوها بالذهب ولا بالدم. كنسمعوا اننا كيكتبوا بالذهب، كيكتبوا بالدم. يعني القصه ديالنا حتى حنا دي اكس ان القصه ديال النجاح ديالنا بغينا نكتبوها بالدم باش تبقى راسخه للاجيال الجايه باش يستافدوا منهم ان شاء الله. وكلكم راه عندكم القدره انكم تكتبوا القصه ديالكم. اليوم غادي نعاود لكم القصه ديالي انا ان شاء الله مع دي اكس ان. كيفاش بديت دي اكس ان وعلاش بعدا اختاريت دي اكس ان، وشنو هما الخطوات اللي درت، واش وصلت في دي اكس ان ولا مازال، واشنو عطاتني دي اكس ان. ديما ملي كنبغيو نكتبوا شي قصه كنقولوا ديما كيجي واحد السؤال في راسنا كاملين، اللي هو كنبداو به ديما داخل المحاضرات ديالنا. السبب علاش انا اختاريت دي اكس ان، غادي نهضر على راسي. انا اختاريت دي اكس ان لعده اسباب، واول سبب انني كانت عندي انا الحمد لله تجربه مع شركات اخرى، مع بزاف ديال الشركات ديال التسويق الشبكي والتسويق الالكتروني. الحمد لله عندي معرفه وعندي تجربه في هذا المجال، وبقيت كنكتشف بزاف ديال الشركات ولكن كنلقاو النظام ديالهم ماشي بحال النظام ديال دي اكس ان. وفيها بس اننا كنفشلوا كنطيحوا وكنوضوا. العيب ماشي اننا نطيحوا، هيك الحاجه العيب هي انك الا تسنى ينوضي. يعني ما كاينش شي واحد ما طاحش، كل شيء مر من التجارب ديال الفشل كل شيء طاح، ولكن العيب هي اننا امي الناعمه الا بقينا حنا وما نوضوش. كما كنعرفوا ان العالم كله 2019 الاخر ديال 2019 2020 21 فاش كيف كورونا هاد الاعوام، كورونا العالم كله طاح في كورونا، الشركات الكبار كاع طاحوا في كورونا. ما كاينش اللي ما طاحش في كورونا الا مجال واحد اللي ما طاحش في كورونا، اللي هو المجال ديال التسويق الالكتروني والتسويق الشبكي. هما الشركات الوحيدين اللي طلعوا وبانوا في كورونا. الا رجعنا وشفنا الناس اللي ناجحين في دي اكس ان كلهم واللي طالعين واللي دايرين دابا مستويات كبار، امتى نجحوا؟ نجحوا في كورونا. نهار اللي سدوا علينا باكي كاين اللي استغل ديك الفتره، كاين اللي استغلها وخدم، وكاين اللي استغلها وخاف وبرك، ما دار حتى حاجه. دازت كورونا 3 سنين ديال كورونا ما خدات ليه والو، ولكن الناس كلهم اللي ناجحين في التسويق الالكتروني ولا في التسويق الشبكي ولا في الدي اكس ان، انا نهضر على المجال ديالنا، راه نجحوا الاغلبيه ديالهم نجحوا في كورونا. حتى انا كان هذا واحد السبب واحد الدافع اللي خلاني انني نختار الدي اكس ان. كنت في شركه اخرى، واحد النهار عيطت ليا اختي، عندها واحد المشكل، قالت لي ودي راه كاينه واحد الشركه ما خلات ما دارت داك المشكل وداك المرض، ما خلات ما دارت لي، ما خلات فين مشات، ما خلات فين. قالت لي ودي راه كاينه واحد الشركه واش عمرك سمعتي بها؟ قالت لي لا. قالت لي راه كاينه عندكم في كازا، واش يمكن تقدا ليا منها؟ قالت لها مرحبا ماشي مشكل تقدا لي منها. قالت لي انا ما بغيتش نزعم يعني وناخذ بلا ما استشر حاجه ثانيه عندك تجربه في هذا الشيء. قالت لها مرحبا، صيفطات لي الفلوس، مشيت عندهم البلفيدير، قلت قلت عليها بعدا بزاف يعني أقول أم ناعم. بالنسبة للأسئلة عفواكم أخليهم لأن قصة ما غتكونش أكثر من نص ساعة، يعني ماشي
باش لكم راه قصه على شي واحد واصل ولا شي حاجه راه اون دي با دي يلا بدينا بارك الله فيك. نبداو الاسئله ديالكم ان شاء الله عندنا الساعه من مورا الساعه اخرى تكون ديال الاسئله غادي نسالو باش ما نشدوكمش بزاف عفاكم. مشيت عندهم بالفيديو دخلت عند ديك السيده قبل ما نمشي بعدا واحد السيمانه بقيت كنقلب على دي اكس نحد عليها بزاف وبحث اصلا خصوصا على داك المشكل اللي كان عندها قلبت بزاف شنو هما المنتوجات كيفاش كيديروا التفاعلات داكشي اللي كيديروا واش صح واش لا قلبت في المغرب قلبت برا المغرب حتى عليها بزاف تواصلت مع الناس وتواصلت مع قاده يعني شرحوا لي على المنتوجات اقتنعت بديت كنقتنع صافي مشيت صرفت لها الفلوس دخلت لي بالفيديو كان نهار الجمعه خد عليها نهار الجمعه مع ثلاثه ديال العشيه مشيت عندهم طريقه ديال التعامل اول حاجه كي دخلت لي بالفيديو خدوا الكونتوار الطريقه باش تعاملوا دوك الناس اللي هو الهضره ديالهم والتعامل ديالهم اثارت الانتباه ديالي زعما الصراحه الترحيب ديالهم خرج عندي واستقبلوني وشرحوني وراوني كل شيء عطوني الخاطر حتى ساليت عاد موضوع واحد اخر مشيت انا صيفطت هذوك المنتوجات وصلوها قلت علاش كنت سجلتها هي الاولى بعدا يعني طاقت فيا انا سجلتها وانا تسجلت حتى منها درت العضويه ديالي مباشره تحت منها جات شي حاجه مرحبا ما جات راه المهم كايها الناس الراس وسطر يسرى ما كيتهرش نديرو حتى حنا نفس سجل ونسيت داك الكود لمده 12 شهور انا نسيت داك الكود ما كنفهم فيه ما والو ملي درت داك الكود دخلت كنقلب مع عزيز شوي عزيز عليا شويه باش نجي من جوانب اخرى هزيت واحد الرابط ديالي صيفطو على حساب التجربه ديالي القديمه هزيتو بقيت بارطاجيتو في شي بلايص في الانترنيت بارطاجيت داك ونسيتو النهار اللي داز 12 شهور قالت لي اختي راه سلامي ديك المنتوجات عاود خداتهم من اكادير ما قالتهاش ليا توصلت مع البان ديالها خداتهم ما قالتهاش ليا المره الثالثه غتاخذهم قالت لي راه بغيت ثاني المنتوج واش تصيفطهم ليا قلت لها مرحبا وانا نفكر في اكس اي دخلت لداك السيت ديالي لقيت 655 شخص تسجلوا معايا وما عرفوهمش ما فراسي والو ظهرت 12 شهور لقيتهم دوك الناس تسجلوا معايا وماشي غير من المغرب من بلدان اخرى الناس كيتسجلوا سمح لي فاش خديت فاش دخلتي لديك 12 شهور خديتي انت المنتج فاش قيمتي والو درت على الكود ونسيتو درت الكود ونسيتو صافي ما خدمت به ما حتى حاجه نسيتو كاع واش كاينه الديريكت هنا حيت ما عمرني سمعت عليها حتى قالتها لي اختي وصلت 655 شخص وهاد الناس كلهم ملي جيت انا باش نهضر معاهم ما عندي حتى طريقه باش غادي نهضر معاهم كاينين فيهم شي وحدين دوزوا شي انقطاط منهم انا الناس في المغرب دوزوا شي انقطاط الناس الاخرين ما عارف عندهم حتى حاجه حتى الناس ديال المغرب لحد الان اللي كيعرفوني يتواصلوا معايا لي باران ديالهم في الزمان يتواصلوا معايا باقي ما عارف عندهم حتى حاجه ما عارف لا كي لا الموتور تيليفونهم ديالهم لا جيميل ديالهم حتى حاجه ملي لقيت هادشي ومشيت بحثت على الخطه التسويقيه ديال الشركه لانها راه الشركه كيعطي ارباح وما كون خدموا هاد الناس كاملين كون انا دابا سفير ملكي ما تقديتش انا دابا درت غير الكود ديالي مع السيده درت غير الكود ديالي درت الكود صافي درت الكود فاليديتو جا مشيت فاليديت الكود ديالي هزيت نسيت واحد الرابط ديالي انا اللي تقيت تحت منها هي تقيدات هي قيدوها راه تقدا ليها بالعضويه ديالها هي لا مزيان تقديت ليها بالعضويه ديالها هي تقديت ليها بالعضويه ديالها هاد 656 55 واحد ما عرفتش عليهم حتى حاجه صافي قلت هادو ما عندي لهم حتى الطريقه زادني داكشي زدت ثاني واحد شهر فوق شهر ما عرفت زادوا هاد الناس ولاو شي 800 وشي حاجه واحد النهار قالت لي اختي علاش وصلت مع البان ديالها قالت لي راه كاين بزاف ديال التسجيلات تسجلوا معاك علاش هاد الناس ما توصلوش معاهم ملي قالت لي اختي هاد القضيه علاش قالت لي ما علاش ما توصلش مع هاد الناس مشيت ثاني كنقلب واول حاجه درتها توصلت مع الاداره مشيت الاداره ديالنا زعما انا مشيت بعيد توصلت مع الاداره ديالنا هي قلت لهم ودي تسجل معايا واحد العدد واحد العدد كثير ديال الناس راه بغيت لي كوردوني ديالهم بغيت المعلومات ديالهم باش ناخذ النوامر ديالهم ولا لي جيميل ديالهم باش نتواصل معاهم جاوبوني لا ما يمكنش
ومن الممنوع باش تاخذ المعلومات ديال الارض اللي كاين عندنا هدى. هما اللي قلبوا عليه. ممنوع. ممنوع. وجيت هنا باش ما نعرفش القصه ديال المغرب حتى هي، جيت وصلت مع الاداره. تواصلت مع الاداره ديال المغرب حتى هما، جاوبوني بنفس الجواب، قالوا لي لا ما يمكنش، يعني هذيك 800 واحد بحال الا مشات ليا وما تقدرش تجيب 800 فريق. صافي ماشي مشكل، هاد 800 ناخذوها كتجربه. ملي شفت هاد الشيء وقريت على الخطه التسويقيه ديال الشركه ولقيت فيها الارباح، واول حاجه عجبتني فيها صراحه اللي هي النقاط التراكميه. هاد النقاط التراكميه ما كايناش في شركه اخرى، ما كايناش شي شركه فيها نقاط تراكميه نهائيا ما كايناش. ما كايناش شي شركه نهائيا. وثاني حاجه البرودوي النقاط ديالو طالعين مقارنه مع البرودويات ديال الشركات الاخرين، يعني جميع الشركه اللي تحت لكم في بالكم دابا كاين ما بغات تكون ديال التسويق الشبكي، راه النقاط ديال دي اكس ان طالعين على كل شيء، والنقاط ديال دي اكس ان كما بغات الشركه تعطي لكم دابا في بالكم راه ما كايناش شركه منافسه لدي اكس ان. علاش نتفقوا؟ يعني حنا في واحد الشركه اللي الصراحه اللي خاصنا نفتخروا بها. انا راني اكتشفت هذا الشيء، اشنو درت؟ كانت عندي شركه اخرى، عندي اعضاء اكثر من هادو من 800، عندي صادر في ديك الشركه، عندي جروب، عندي مستويات، عندي فيها سفر، عندي امتيازات معروفه اكثر ما معروف دابا انا في دي اكس ان، معروف بها فيها هكا، وعندي فيها تجربه كبيره، ولكن راني اكتشفت هذا الشيء. درت فران سك، هزيت فران امام، نزلت. الله يعاونكم، ودي اكس ان باقي ما عندي فيها حتى درهم. باقي ما كناخذ فيها حتى درهم. خليت لهم داك الشيء ديالهم كاملين. اول حاجه درتها نمره جديده، ربما يسمعوا لي دابا كاين في اللايف، درت نمره جديده، درت صفحه جديده، درت معلومات جديده، ماشي معلومات جديده. يلا خلصنا. لان علاش باش نكونوا متفقين ونكونوا واضحين، راه اي واحد في العالم اللي كيقلب على المصلحه ديالو، كل واحد كيضرب على المصلحه ديالو، اللي كيدير له هكا كما كنقولوا راه غادي بها لفمو. يعني علاش انا غادي نتبع هذا الشيء ونضيع واحد العدد كثير ديال السنوات باش نبقى مع هذو اللي غادي نضيع معاهم السنوات. يعني ضيعت راه 9 سنين، راه ماشي عام ولا عامين ولا 3 سنين، راه 9 سنين ديال الخدمة خليتها كلها، درت باج فرا، نمرة فرا، صفحة جديدة، بديت أزيرو من تي إكس إي، بديت خدمت الراسي، كنتواصل الراسي، المشاكل ديالي كنقدهم الراسي، أي حاجة كنديرها الراسي. هادشي كيعني أن أي واحد منكم كيما بغا يكون راه قد أنه يوصل وقد أنه ينجح، ما تسناش البارون ديالك، ما تسناش اللي فوق منك ولا اللي تحت منك، شوف أنت وشوفي انت واش قاده توصلي ولا ما قاداش. هذوك اعضاء لا راه ما تواصلتش معايا، ما وراتنيش، ما سجلاتش معايا، ما عاونتهاش، ما عاونتنيش، هذوك اعضاء كنبغيو باش نبردو بهم على راسنا. انا جيت الحمد لله خدمت، زيد طورت هاد 800 اللي كانوا هنا، قلت هاد 800 ماشي مشكل، باقيين دابا كيطلعوا لي في السيستيم، ولكن كلهم عندهم زيروات، قلت ماشي مشكل، نعاود ما حد يجيب هاد 800 يقدر يجيب 8000. علاش لا؟ علاش الوقت ديالي اللي كان تما غنرجعو كلشي هنا. مرحبا. على حسب فهمي انا، علاش حنا كنتميزو بالنقاط التراكميه وشركات اخرى لا؟ يعني ملي كتكون عندي حكمه الظروف، انا ما عنديش واش نتقدى داك الشهر، وقفت ما تقديتش، يعني نقاطي ما كنضيعش فيهم خلاف بعد الشركات، الا ما تقديتيش بشارك كلشي. هذه هي المعنى ديال النقاط. هذه هي المعنى. انا نعطيكم مثال ديال كورونا مثلا، ملي كانوا في كورونا وقفوا الشركات كاملين، كنا في مستويات هنايا في شركات اخرى تكلكلنا، وصلنا هنا كلشي تكلكل في البدايه، لان نسدوا الحدود
المنتوجات ما كاينينش، لي برودوي ما كاينينش، الناس خافوا، الناس اللي عندهم شي درهم كيقول لك لا ما يمكنش انا نمشي نخسرها على قبل لي برودوي، خاصني نخبيها ما تعرفش الوقت شنو غتجي. يعني اول شيء التفكير، النهار اللي جينا باش نوضو ثاني كان صعيب باش بدا ثاني من زيرو، ولكن دي اكس ان لا، دي اكس ان كيما خلاتك سير حتى عام عامين ثلاث سنين سير 12 سنين، تو كان يقولها لك راسك، تو كان تقتنع وترجع راضي تلقى البلاصه ديالك كما هي فين خليتيها، تلقى الناس فاتوا ولكن المستويات ديالك غيبقاو ديما كما خليتيهم. فهمنا هاد النقطة؟ صافي دوزون. ملي قلنا يعني هادشي اللي عاودت لكم دابا كان سبب انني باش ندخل للدي اكس اي. ملي كيكون السبب اي قصة نجاح كتبعو الاهداف. هنا الغاية. ملي كنقولوا الاهداف يعني خاصني نحط الاهداف ديالي. نهار اللي لقيت انا اكثر من 800 عضو داخلين معايا جيت قلت او هاد 800 علاش ما نرجعهاش انا 8000 نزيد على زيرو. 800 في الشركه؟ لا اللي هادو كنهضر على الدي اكس ان. واقيلا كي جيتي علاش ما تكونش هادي 8000 عضو وخاصني نتبعهم وخاصني نعرفهم. ما حد كاين سيستم ديال دي اكس ان وما حد كاين النظام ديال دي اكس ان وما حد كاين مواقع التواصل الاجتماعي وكاين الانترنت. يعني راه تكون شي طابره هنايا شي طابره ما ياخذوهاش الناس اخرين بشي كان. يعني غتكون شي طريقه باش غادي تجبد هاد الناس. خاصني هاد الناس انا نوصل لهم ماشي هادو، ولكن الناس اللي كيتسجلوا معايا ما كيتواصلوش معايا انا خاصني نتواصل معاهم. وملي قلبت فعلا لقيت كيفاش غادي نتواصلوا مع الناس اللي كيتسجلوا معايا. لقيت هنا كاين هاد التليفون واخا كان القصه ديالي راه غادي نديرو الغرامات. شكون اللي مخدم؟ دابا ما يدير قصك وكيتفرجوا لك دير لائحة الأسماء كل واحد تلفون لا خديجة فلان 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 تواصلوا معاه في اللايف. هذا الأقدام ربما حيت الأسماء عندك ربما الأسماء عندي جبد واحد اللائحة ودير إلا كاين مختبون إلا وصلت لهم شحال وصلت لهم وصلت لشي وحدين. كاين طرق باش كنوصل طريقه باش نوصل حتى واخا بطبيعه الحال توصلت مع شي ناس والحمد لله الله يجزيهم بخير وتعاملوا معايا وعطاوني شي وعطاوني بعض الارقام عطاوني واحد لاليس ديال او شي 80 واحد تقريبا اللي عطاوني. المهم داروا معايا بعدين مزيان وصلت لشي وحدين فيهم، ولكن من مورا هذيك 800 بقيت انا لقيت طريقه كيفاش كنوصل انا لدوك الناس. واخا يتسجلوا معايا ما قالوهاش ليا عرفت انا الطريقه كيفاش غادي نوصل لهم. هادشي اللي كنعاود لكم دابا في اواخر ديال 2021 هادشي فاش تسجلت انا في ديك يعني فاش بديت. هادشي اللي كنعاود لكم في اواخر ديال 2021 درت تحديد الهدف. يعني حطيت واحد الهدف قدام عيني وبديت من صفر من مورا قران حتى واحد ما عنده حتى درهم كلشي واقف على التصير. نعم كلشي كذلك راه كلشي وبديت انا من صفر من مورا كورونا بديت في الدي اكس ان خليت كلشي قلت ملي شفت الناس اخرين وبحثت وقلبت قلت علاش هاد الناس واصلين انا ما نوصلش علاش هاد الناس دايرين الجروبات ديالهم وكياخذوا هاد لي صالير الا كانوا هاد لي صالير اللي كيتقالوا حقيقيين حتى انا بغيتهم. وهاد الكلمه ديما انا كنقولها حتى للجروب ديالو الفريق ديالي كنقول ليها وكنقول لهم ديما علاش فلانه واصله وانت ما توصليش اشنو هو الفرق بينك وبينها؟ ما كاين حتى فرق. ياك مراه مراه الراس راس عقل عقل تليفون شركه وحده 24 ساعه وحده اللي كنعيشوا كتالوج واحد منتوجات وحدين ثمن واحد بي بي اس بي ال اس بي واحد علاش ما نوصلش؟ وكذلك حتى نتوما هذا السؤال لكم حتى نتوما علاش فلانه وصلت انت ما توصلش؟ علاش فلانه
قدرت انها دير الفريق ديالها. علاش السي حميد الناس اللي فوق منك قادر انهم يديروا الفرق ديالهم انت لنا مثلا؟ يعني خاصنا ديما نحطوا هذا السؤال ونحطوه كحافز يعني ديال تحديد الهدف. وهذا الهدف ملي حددته حتى انا راه السيلو واخر باقي عندي. خاصني اتمنى ان 1800 واحد خاصني نوصلهم ل 1600 واحد. امتى؟ اواخر ديال 2023. باقي ما وصلناش لاواخر 2023. فهمت هذا العدد يا الناس. ولكن اللي كنحددوا الهدف ديال عامين شي خدامين. شكون اللي سول هذا السؤال؟ خدامين. راه كاينين بعض الاسئله واخا تسولهم راه ما غنجاوبوش عليهم.2021 كنت سجلت في الاخر ديال 2021 ديال اواخر ديال 2023 خاصني نوصل لهذا العدد وخاصني نوصل لهذا المستوى ضروري خاصني نوصلهم باي طريقه يعني ما حد الناس خلي واصلين لهم خاصني حتى انا نوصل لهم درتو ولكن هاد الاهداف اللي درنا هنا كيتقسموا الى الاهداف لان ملي كنقول 1600 شخص و 1600 عضو راه صعيبه راه واخا غتكتبها في ورقه راه صعيبه خلي باش توصل ليها إلا سولت أي واحد منكم دابا شحال ديال الناس كيتسجلوا معكم شهريا مثلا في الفريق ديال يقدر نلقى واحد جوج ثلاثة نعطيك 10 نعطيك 20 نعطيك حتى 30 راه ما وصلتش لهذا العدد ولكن ملي كنحطوه كهدف كنصدقات عليه وهذا الهدف راه كنقسموه باش ما تبانش لي 1600 راه صعيبة خاصني نقسموه على عام خاصني 800 في عام ها هي القنصل خاصني 6 شهور خاصني 400 شخص كل شهر خاصني 200 شهر شحال خاصني 70 واحد في الشهر هاي بدات ها هي ولات كتوضح ولات كتولى بسيطه 70 واحد خاصني نجيبها باش صرفتها ها هي كانت عندو اللي كان صرفها وملي كان صرفها كتبان سهله 70 شخص بالنسبه لي انا كنهضر على راسي 70 شخص سهله عندي كنهضر على راسي كاين بزاف ديال الطرق اللي متعدده ماشي نخرج للزنقه نمشي نقلب عليها لا هي خاصها تجي تقلب عليا انا تقول لي عافاك راه بغيت نسجل معاك ونتنفخ عليها شويه نقول لها هو مرحبا يعني ماشي يعني ماشي قاعد نقول شنو هي وراه من بكري ما تنعرفوا ماشي هو هذاك السبب كاين من التقاليد ديالنا هادشي كامل يعني باش كتوصل هادشي كامل غادي نطير هذا بعطيكم قصه يعني ملي سالي القصة غادي نطيوها انا نعطيوكم لي ديتاي باش حتى اللي عندها شي سؤال هذيك الساعة ولي ما فهمش شي حاجة نجاوبو عليها ملي كنجيو ملي حطيت داك الهدف يعني مثلا حنا دابا في اواخر ديال 2023 وفي هاد المرحلة اشنو كنلقاو ماشي كنلقاو الفراشة بالورد اللي كيقولو ضروري كاينين عقبات كاينين اعتراضات كاينين الناس اللي غيشدو معاك كاينين اللي بيهاجو كاينين الناس اللي باغيين كاينين الناس اللي ما باغينش كاينين الناس اللي كيحفروا ليك غادي تلقى بزاف ديال المشاكل ولكن النهار علاش كنقول علاش قالت امي فاتحه دابا خاصني نتعلم
انا راه بقيت واحد 3 شهور كنتعلم 3 شهور كلها غير كنتعلمها الاستقطاب كاين ولكن كنتعلم ها هو الاستقطاب كاع كاين ها هو ما عندي 800 شخص يعني كل مثلا لو كنت 800 دوك 800 خدامين دابا تاع نفس الصفوف الاولى في السفراء الملكيين ولكن علاش لان ما تعلمش ديك الساعه جيت وتلاحيت غير هكا يعني ما تعلمت ما عارف والو ولا ويهضروا معايا باش غنجاوبهم مثلا كاع لي نفرض انني لقيت الوامر ديالهم ولقيت باش نتواصل معاهم باش غنجاوبهم باش غنقنعهم ربما نلقى هنا طبيب ربما نلقى هنا مثلا شي واحد قاري اكثر مني شي مستوى كبير ربما يبغي يحسنها في الخطه التسويقيه ربما يحسن في المنتوجات شنو هو المكونات ديال المنتوجات ربما 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 بزاف ديال ربما باش غنجاوبو وليت انا ما عارف والو غنمشي نقلب على واحد اخر ولكن ملي درت هاد الليل ديال الهدف اول حاجه درتها هي انني نمشي نتعلم ومشيت تعلمت وطلع فين كنتعلم كاين اليوتيوب كاين كلشي والصراحه على تعلمت من الناس ديال الخليج الله يجازيهم بخير كلشي خطه تسويقيه الارباح المنتوجات طريقه ديال الاقناع التنميه الذاتيه الافكار كلشي ندو بالناس حنا المغاربه كاينين عندنا قاده ولكن ما باينينش صراحه واخا كيتفرجوا فينا كنعتذروا منهم المغرب يلاه ما كنعرفش عليك انت لا كنت هضري على راسي اما المغرب فيه قاده تبارك الله واصلي ولكن حنا صراحه حنا عندنا مع المنتجات مع المكملات ومع الخلاطات وزيد هذه مع هذه نقص هذه مع هذه دير هذه قلبنا كل شيء ولكن كاينين ناس اخرين اللي خدامين على التنميه الذاتيه على كيفاش غتقنع الناس كيفاش غتوقف قدامهم وتقنعهم كيفاش غيتوقفوا ديوك الناس كيفاش غتبني فريق ديالك فين غتجيب هذا الفريق اشنو غدير ليه اشنو غتقول ليه الا جبتيه هادشي اللي خاصنا نتعلمو وهادشي اللي خاصنا نعرفو لان كاينه منافسه قويه بزاف كاينه منافسه قويه وهذا المجال ما عنديش مع الضعفاء كنت ضعيفة وكنتي كتخافي وكتحشمي راه غياكلوك كنتي سبع وكنتي مع شي سبع فوق منك راه كلشي غيدير حسابك باش نكونو راه هذا هو الواقع لان احنا صراحه ما كنبغوش الخير لبعضياتنا راه المشكل غير فينا حنا راه وكاينين عقبات وكاينين طيحات وكاين بزاف ديال الحوايج اخرين اللي غادي تشوفوهم اللي غيتواصل معاكم وغادي نشوفوهم انا ما هضرتش على فلان وعلى فلانة الا غنسميهم وعندي ما نسمي يعني باش ما ندوزوش الله يرضي عليكم كاينين هادشي كاين بغينا ولا كرهنا كاين وسطنا بغينا ولا كرهنا كاينين ناس اخرين اللي كيبغيو الخير للناس انا نتواصل مع واحد يقول لي سير عند الناس اللي مسجلين ونتواصل مع واحد على برا يقول لي اه اشنو دير اشنو دير اشنو دير انا يكون عندي الباران ديالو ما يجاوبنيش الباران ديالو ما يجاوبنيش لان مثلا كطلع لواحد الشي برضافير كبير ما يجاوبنيش باش يخليني انا نطيح ونور راه لا يمكن لا يعقل علاش غنكون معاك اصلا الا غادي نولد انا وغنلحو الزنقه باش يربيه ليا لا واخا فهاد الحاله اعتمدي على راسك انا اعتمد على راسي كاين بزاف ديال كاين بزاف علاش ما ناجحينش لان الناس ديالنا ما باغيش لينا الخير كون باغي لينا الخير يجي يشد فيا بيديه وبرجليه ويعض فيا يقول لي اه هاد السير راه غادي طلع خاصني نعاونو
اما قال لك قاو الطق اللي حيد لك الراس والله طلع على راسي حتى يحيدوه لك سد هذا القوس عفاكم سدوا هذا القوس عفاكم باش 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 نزيدوا راه شوف راه الاغلبيه ديال الناس اللي مشاو من الشركات ماشي غير ما كنهضرش على الدي اكس ان كنهضر على الشركات كاملين بسبب لي باران ديالهم اللي فوق منهم بسبب بغيتو والله كرهتو ربما الا بغيتو نتوما في هذا المجال كنهضر معاكم على 13 عام ديال هذا المجال 13 عام ديال هذا المجال باش نكونوا متفقين دارين عليكم باش ما يكونش باش ما نخرجش على السياق ديال الموضوع ديال الموضوع ديالنا انا نوقفوها هنايا كاين هاد الشهور ديال التعلم فين غنتعلم كاين مواقع التواصل الاجتماعي فين غادي نتعلم كاين يوتيوب احسن منصه غادي نتعلموا فيها فاضل كاين الناس اخرين اللي باغيين الخير كاين الناس اخرين اللي كيربحوا من اليوتيوب وكيعطيو دروس كاين مواقع كاين فيسبوك كاين الانستغرام كاين بزاف ديال البلايص فين غادي نتعلموا تما فين تعلمت انا عاد جات المرحله الاخرى ديال التعلم كما قلت لكم راه كاين شي حاجه فاضل راه خلصت 3000 درهم 3 ديال المرات اللي خلصتها انا 3000 درهم اللي خلصت انا 3 ديال المرات وما عنديش باش تعلم في الانترنت باش تعلم القوالب ديال الانترنت باش تعلم الكواليس ديال الانترنت راه الانترنت فيها الفابور ولكن فيها حتى الخلاص اللي غيعطيك شي سر كيعطيه لك بالخلاص باش كتاخذ ديبلوم انا عندي الديبلوم ديال جوجل عطاتو ليا جوجل شهاده عندي الديبلوم ديال جوجل عندي معاهم 3 اشهر كل نهار من غير نهار الحد عندي معاهم 3 سوايع خاص تبقى قدامهم كيطرحوا عليك الاسئله كتجاوب عليهم كيعطوك واحد المقال كيتبعوه بفيديو وداكشي اللي كاين في داك المقال وداك الفيديو كتجاوب عليه ملي كتجاوب على هذيك 3 سوايع كل نهار ما خاصكش تفوت معاهم حتى ساعه كل نهار ومن ديك 3 شهور يعني ضربوها كل 3 شهور كنحيدو منها غير الحد كل شهر كنحيدو منها الحد كل نهار 3 سوايع مضروبه في 3 شهور و 3000 درهم باش يعطوك واحد الشهاده باش غادي تعرف شنو هي يلا خلصت في الفيسبوك كيفاش غيجاوبك الناس بزاف ممكن واخا غنخدمو الاسئله غنكتبو الاسئله ديالكم في الاخر نجاوب عليهم كاملين عفاكم هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه تعلمت عند الفيسبوك كتعلم عند الفيسبوك حتى هو كنعطي ساعتين كل نهار الحل طبيعه الحال طبيعه باش يعطيك الاسرار ديالو لان كاين الفيسبوك 2015 و16 و17 كان غا فابور اللي جاي يدخل ليه ماشي مشكل ولكن دابا حتى هو قال لك انت كتربح حتى انا بغيت نربح كلشي رجع هاي اول واتساب حتى هو راه ان شاء الله راه قريبا غيولي يرجع بالفلوس حتى هو لان الفيسبوك راه كمعلومه فقط لان الفيسبوك راه شرا الانستغرام وشرا الواتساب كانت الانستغرام بوحدها كان الواتساب بوحدو كاين فيسبوك بوحدو جوجل بوحدو دابا الفيسبوك شرا الواتساب والانستغرام ولاو ديا ولاو دابا باش علاش كيجمعهم دابا عاود حتى هما المهم ما علينا زائد حاجه اخرى زائد حاجه اخرى اننا كنقراو وخاصنا نقرا وخاصني نقرا ماشي نقرا في التليفون ماشي نسمع نقرا كتب خاصني نقرا عفا الله على الكتب عطا كاين واحد العدد كثير عفاكم محادثة ثنائية عفاكم الله يرضى عليكم اللي ما عجبهاش المحاضرة اللي ما عجبهاش هادشي اللي كنقول اليوم يمكنها الانصراف الله يرضى عليكم خاصنا نقراو كاينين الكتب ديال التنمية الذاتية كاين الكتب ديال التسويق اللي ما قالش كاين الكتب ديال الاخاء الحاجه كاين الكتب ديال الاقناع كتب العنوان
واخا نكتبوا ليه أجي يقول لهم لا يتجع تطلع أول عنوان كيف يكتب هاي قد قواك الخفية يعني ذاك الشيء اللي داخل ديالك ذاك الشخصية اللي داخل ديالك بغيناها تخرج بغيناها تبان العنوان ديالك ذاك الشيء اللي داخل ديالك راه كل واحد هيا واحد اخر فكر وازداد ثراء نابليون هيل احسن مسوق امريكي اللي كيحقق مبيعات كثيره بزاف في امريكا هذا الكتاب ديالو كان بالانجلي راه مترجم بالعربيه نابليون هيل هادو غير امثله كاين بزاف ديال الكتب كاين واحد كتب اخر اللي الصراحه عجبني انا بزاف وقريت وعاودت شحال من مره ديال هذا السيد هو الدكتور ابراهيم الفقي عنده محاضرات الصراحه محاضرات قويه عنده كتب قويه عنده الاقناع قوي هو واحد الكتاب الصراحة اللي كيعجبني وديما معايا وديما كنقرا اللي هو أبو الفقير عندي حتى هذاك الكتاب عندي ولكن هذا ديال التسويق غادي نعطيه لكم نعطيكم السر ماشي مشكل تجيبوا لكم وديروا لي فوتو كوبي وقراوا شوفوا هذا العنوان ديالو غيبان لكم اللي راه واعر لا كيف أبيع زين كيف يبيع اي شيء لاي شخص كتاب واعر بزاف صراحة من احسن الكتب اللي قريت مؤلف هذا الكتاب ديالي غنبيع لكم هذا كيف أبيع أي شيء لأي شخص يعني أي واحد لقيتي معاه كيما بغى يكون يعني أسلوب الإقناع كيما بغى يكون سواء كان فوق منك سواء كان تحت منك سواء كان قاري عليك سواء كان ما قاريش عليك راه غتبيع عليك سواء عنده سواء ما عندوش نكتب جبد كل شيء أي شخص وما كيهضرش على فترة معينة ما كيهضرش على زمان الإنترنت كيهضر من الستينات حتى 2017 كيف أبيع أي شيء لأي شخص يعني من مؤلف؟ كيفاش غنبيع هذا؟ أنت ما عندكش غرض هذا ولكن غنبيعه لك. مؤلف غير هذا. خلي بين العنوان خلي بين لأن الكاتب والمؤلف ديال الكتاب راه أي واحد كيدير كتاب راه كيدير له حقوق الطبع والملكية. راه ما يمكنش ياخذ واحد اخر يدير ليه نفس العنوان يعني كاين هو كتاب واحد كاين يشارجيهم بي دي اف اللي من عندها الانترنت يشارجي بي دي اف وتاخذو المهم نقراو شويه ياك هذه من اهم عفوا علي المؤلف هو عبد الله زمان هو عبد الله أنا أعرف كيف أبيع أي شيء لأي شخص عندي معكم المزيان بلا ما تقلبوا من الأول عندي معكم المزيان غنجيبو أنا وحيحو لكم في الجروب إن شاء الله لا ماشي مشكل فابور هذا ماشي مشكل في سبيل الله باش دوز واحد نعطيكم شهر هذا صغير وعقد هذا عندي انا تنجيبو لكم عقد هذا صغير ما كاينش بزاف ديال الصفحات كتقراوها في سيمانه انا نعطيكم شهر
باش نرجعو نديرو ليه ملخص هنايا ان شاء الله. الشهر الاخر نديرو ليه ملخص، راه نديرو صوره جماعيه ما يمشي فيها واحد باش نعقل عليكم. في حال ها عندكم فيديو الحاج بارك الله فيك. حاجه اخرى باش خدمت انا لان التحديد ديال تحديد الاهداف يعني باش توصل لهذا الشيء درت واحد الحاجه اللي الصراحه نفعتني بزاف ولقيت فيها الراحه كبيره. ما كنهضرش على واخا نسيت ما ذكرتهاش بالراحه الربانيه اللجوء الى الله عز وجل والقران والدعاء ذيك راه باينه ذيك راه ما عندنا مسلمين ما خاصناش نهضروا عليها. نرجعوا غير الاعمال الدنيويه بالنسبه للتحديد ديال الهدف درت تغيير المحيط. تغيير ديال المحيط ديالك شي الا ما غيرتيش المحيط ديالك ما غدير والو. اذا كتشوف ديما نفس الاشخاص نفس الوجوه نفس السلبيين نفس الشكاوي نفس الاحداث نفس الهضره النهار اللي غتبدل اللي غدير هادو بدا براسك. واحد الحاجه اللي ما عنديش بها غرض عندي ما ندير بها ربما خويا عطيتش كل هذيك اول قبل تحديد الهدف تكون هي سهله المحيط اول حاجه يعني الا غتحدد الهدف اللي غتحدد بالضبط تكون هي الاول. لا علاش حبيبتي؟ من تجربه خلال التجربه ديالي قبل ما تغير المحيط ما يمكنش غادي تجيك غير هكاك غادي تقول انا غادي نبدل المحيط الا ما كان عندك هذا. واو يعني خاصك تكون عندك هذا. صفقوا عليها صف. يعني خاص يكون هدف باش كتغير. المهم هذه بدات تبقى من الاولويات غير الواحد مع الهدف يعني لاصقه معاه. يعني باش توصل لواحد الهدف راه ماشي سهله. راه ماشي سهله باش توصل لواحد الهدف. راه اول حاجه كتحارب معاه هو النفس ديالك هو راسك. غتبغي غتنعس الناس يفيقوا مع السبعة انت كتفيق مع 11 ولا مع 12 او خدمة جد ماشي مشكل. يعني ملي كنخدموا بهذه الطريقة سحبي شوية كبيرة بالنسبة لتغير المحيط هاني جاي لها غادي نفصلها. لا لا كما قال دابا خلى الاستاذ قال لك لاصقة دابا هذا المحيط لاصق فيا كتجيني واش نتغاضى ولا ما عرفتش نقدر نتحمل واش نتغاضى واش نسد ودنيا واش نتقبل اش كيفاش غادي ندير تغيير ان النفس لأمارة بالسوء يعني راه النفس ديالنا النفس ديالنا هي كتجرنا للسوء اذا ما تحكمناش فيها عاد كيزيد الشيطان والشيطان هو اللي كيوسوس والطرف الاخر. لان علاش كما قال حميد ملي كندير واحد الهدف باش نوصل ليه باش نوصل لهذا الهدف راه خاصني نغير هادو ضروري. انا هادو حتى انا راه بحالي بحالكم راه ماشي غير كلشي ماشي وقفت كلشي تدريج ولكن انا درت في راسي واحد الشخص اللي ما غاديش كما كيقول ينفعني واحد الشخص اللي ما غنستافدش منه انا ما عندي ما ندير به ما نتلاقاش به. الناس اللي كنعرف المحيط ديالي انا اللي كنعرف ما كنتلاقاش بهم لمده عام ونصف تلاقيت معاه في شي بلاصه صدفه سلام سلام الله يعاون. انا بالك معاه في القهوه ولا يمشي عنده ولا يجي عندي ولا يخسر لي انا وقتي ولا اي ديال البروغرام ديالي يكون انا مثلا غادي ليساس فيعيط لي واحد يقول لي لا غنمشيو للرحمه ولا لا سيدي ماشي شغل انا غنمشي ليساس فا لان انا ليساس فا اللي عندي فيها غرض. اما انت ما غنربح منك والو مازال نسجلك معايا في ديريكت انا ونشرح لك مرحبا نبيع لك شي حاجه مرحبا نستفد منك شي حاجه ماشي نهضروا على عباد الله. هنا استاذي ندخل قوه شخصيه قوة الشخصية ولكن بهذا التغيير المحيط لأن هذا التغيير حتى السلبيين حتى الناس السلبيين اللي غيجيو يقولوا لي لا داك الشيء ما فيه والو والو اللي كيدخلوا الأفكار راه كتصنت ليه حتى أنا عندي في العائلة وعندي في الناس اللي قرابين لي أنا عندي فيه تهرب لهم كما قالت ولكن كتخليه يهدر خليه يعبر أنت مالك واخا شوف داك الشيء اللي كاين عندك الحق ولكن ديري في راسك وخاصك توصلي ليها العمل هذا. في نقطة
تقدر تخدم على راسها هي الاولى. علاش هذاك الانسان السلبي غتبدلو؟ لان الا ما خدمتش على راسها ما تقدرش تبيع راسك. ما تقدرش لا اللي قلتي مثلا انا غادي للليسان صافي كاين اللي ما يقدرش يقول ولكن يا هدى بطبيعه الحال غتخدمي على راسك ولكن انا شنو دارها ليا؟ انا دارها ليا هذا الهدف لان سطرت انا واحد الهدف وخاصني ماشي كوكو زي حتى لا غادي يجي الصراحه والله حتى غادي يجي وانا قلتها غادي اللي ما عجبهاش هذا الشيء اللي كنقول الله يرضي عليكم انا كنعاود نقولها اللي ما عجبهاش هذا الشيء راه ما كاين حتى مشكل ان صرفت الله يرضي عليكم راه ما كاين حتى مشكل الله يرحمكم الوالدين لان دوزنا واحد المره ما بغيتش نقول هذا في اللايف دوزنا ديال نهار السبت تليفونات عفاكم ممنوع ليسونا ليها التليفون راه غتخلص شي حاجه عفاكم اللي نضت من الكرسي ديالها اللي هضرات مع شي وحده صاحبتها والله حتى غتخلص وانا حلف الله يرضي عليكم صوروا اللي بغيتو تصوروا اللي قالت هضر في التليفون راه معاك كنهضر اللي دايره التليفون في ودي هكا تهضر عفاكم انا غنستاذن حيت غدا كنتسنى المكالمه ضروري ديري لي السيلونس ام فتحه راه بان كذا كيصوني عفاكم ولا الفيديو الله يرضي عليكم باش نخدمو راه ما كاينش حتى انا هي هدى تقول لكم والله ما كنت معول على هذه المحاضره اقسم بالله ما معول عليها عيطت لي هدى البارح الله يجازيها بخير قالت لي عندك محاضره لا على الراس والعين نجي والله العظيم ما معول الا عندي بروغرام اخر انيليتو اقسم لكم بالله الا عندي فريق ديالي وانيليتو باش نجي والله العظيم الا دفعت معاه جروبي دفعت معاهم من نهار السبت هضرت معايا هدى قالت لي عندك محاضره قلت لها مرحبا على الراس والعين باش نكونوا متفقين عفاكم انا القانون ديالي في المحاضرات اللي بغاه مرحبا اللي ما بغاش كيبقى حر يلا نكملوا ان التحديد ديال الهدف ونحيدوا راح شو ما قال راه كيتفرجوا معنا الناس قالوا حنا نهضروا على نفس الحاجه تغيير المحيط وتغيير السلبيين انا ديما كنقولها لكم اللي عندها عرس الله يسهل عليها اللي مات شي واحد الله يرحمه مش انا اللي مات واحد هز انا الصرشي ديالي مشي نتبعو صافي مات الله يرحمه اللي تزوجات الله يسهل عليها اللي طلقات الله يعاودها خير اللي ولدات الله يكبرو صافي ماشي انا اخت الناس هذا شي واحد لا نمشي عندها لا راه جده لا راه خالتي لا راه عمتي لا انا عندي خدمه وعندي هدف خاصني نوصل ليه المهم كان على تغيير ديال الوحيد مناسبات كاين مناسبات هما دينيه مناسبات هما كبار اللي ما نقدروش نحيدهم هذا ماشي مشكل ولكن انا نكون ديسبونيبل اثنين نكون موجود ثلاث الاربعاء الخميس غادي يوقع لها شي مشكل اللي بغات تمشي للسبيطار اللي بغات تزور جداها اللي بغات تمشي للدور في القيصريه اللي بغات تشري بطاطا نمشي انا نبيعها يلا تمشي معايا لا ندير تحديد ديال الهدف وندير الاولويات ديالي امور بكري الصباح تلقاني فين سبعة الصباح تلقاني فين نخدم حتى 12 ديالي لان انا خدام راسي ماشي خدام لواحد اخر انا خدام كنحقق الاهداف ديالي انا الشخصيه ماشي خدام على شي واحد اخر خدام على المشروع ديالي اللي حطيتو على مدى سنتين باش نوصل ليه فيها بس راه الناس اللي كيخدموا 40 عام في الوظيفه العموميه باش ياخذوا 40% من الصادر ديالهم تصور واحد مسكين كياخذ 3000 درهم شحال غيولي يجي في 40% و40 عام ما مسافر ما خارج ما مشى مناسبه ما دار هكا لا هكا باش ياخذ 40% من الصادر ديالو انا سنه نعطي عامين الرصيد مازال مرة كتبت هذا عامين الرصيد باش نوصل فيه لواحد الهدف ولا هدف حطيت انا حطيته فلوس ما حطيتوش انا مستويات ما عندي ما ندير انا بمستوى انا حطيته فلوس باش نوصل لواحد رقم عقول باش نوصل لواحد الرقم وخاصني نوصل لذاك الرقم بالنسبه للمحبطين كاينين نقول لكم كانت السيده معانا هنايا كانت كتجي حتى هي كانت دات معها بزاف واش الله يسامح ماشي مشكل لقينا واحد النهار وريتها شي مسائل على الطريقه ديال الخدمه باش غير وريتها لها في سبيل الله
شي مشكل. ثلاثه مرات ولا اربعه مرات تلاقينا في الفرع شي مشكل. كانت سيده يعني كبيره، ماشي زعما شي سيده كبيره، كنا كنتعاملوا بحال هكا. اعطيني نعطيك ماشي مهم، كنقولها في اللايف راه كيتصور. وكانت واحد كان واحد النهار ديال بالفيدير كانت ديال بالفيدير، واحد الحفله ديال بالفيدير كان فيها دنيا، كان الافتتاح كان حامي. ومشينا انا والمدام، مشينا بجوج الافتتاح، وبين هذيك السيده حتى هي وانا زعما حيت كان وعرفاها، لا راه عرفت الدنيا زعما اجي هي المدام. خليتهم كيهضروا، وشنو قالت فيها جراتها عندها تا دار واحد اخر بحال هادي. قلت لها وي واش انت دابا راه شفتي خليتي هي تهضر مع العيالة. شوفي شوفي كنت سيرت الا من سوء الحظ ولا من حسن الحظ ولا جات واحد السيده كانت في اكادير، كانت دارت محاضره في اكادير وعقلت عليها وجات وجات لي التليفون، جات حتى لحدايا بحال هكا قلت لها عفاك وريني شنو غندير في هذه لاباج ديال الفيسبوك. شوف سوء الحظ دليل هذاك الدليل. ودارتها قالت لي عندي نعطيها القاعه عمرك فيها هذيك الصنداله باش تضربي. قالت لي انا كون انا غلاصتك ما نخليش. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ يا راسه بعدا اصلا تطرا صالي ماشي كت يعني شوف يعني هادشي دابا هادشي علاش قلت لكم هما كاينين وما اكثرهم يعني وما اكثرهم غير جا والله يعني كنخليو شي منين يدوز شي يعني تاع الحمد لله ماشي شي وحده اللي غادي عليها بعقلها ولا شي واحد اللي مزيان يعني مجال انا المجال حنا راه 9 سنين انا وياها فيه اكثر مني في المحاضرات واكثر مني في الاقناع والطريقه وهذاك الشيء اكثر مني. ولكن يعني هذا المجال راه كاين غتشوفوا على حسب التغيير ديال المحيط والتغيير ديال السلبيين وكتاكد عليها وكتهضر وعرفتي شنو راه جرى دار واحد الوقت يعني كون كان الضحك ولا شي حاجه. ولكن السيده كانت لا والو هي ديالها يعني انا كنتعاملوا انا وياك اش دخلها هي مثلا انا كنتعاملوا انا وياك مثلا انا جيت عندك ولا جيتي عندي كانت العلاقه تبقى غير بيني وبينك مثلا. لذلك خاصنا نغيروا هاد خاصنا نغيروها ولا غيدير شي حاجه راه ما يتسناش يديرها في الدي اكس اي. هذا قوس ثاني سدرته هو يعني التغيير ديال المحيط ضروري منه. شي الا ما غيرناش المحيط ديالنا ضروري غنلقاو اللي غيحفر لنا، ضروري غنلقاو اللي غيهز قرطاس باش يضربنا. راه ماشي الناس كلهم كيبغيونا وماشي كلشي كيكرهنا. ملي كنغيرو المحيط اشنو كيتجي؟ كتجي الثقة في الناس. كتسجل هذا الشيء ولا؟ مزيان ولا لا ندى؟ ملي كتجي الثقة بالنفس هنا كتجي الخدمة. كتجي الخدمة دابا غادي نوضو غادي نخدمو هذا الشيء كامل. درنا الهدف، درنا السبب، درنا التغيير، درنا الثقة بالنفس. خاصنا نوضو نحطوها في أرض الواقع. ملي كنوضو كنقولو كيفاش أنا غادي نوصل لهاد الناس لهاد الأعداد وهاد الرقم اللي بغيت نوصل ليه. وخذت لكم أنا واحد هاد الرقم اللي بغيت نوصل ليه كيفاش غادي نوصل ليه. خاصني نتوكل على الله عز وجل، نبدل الشخصية ديالي، نبدل الأعداء، نبدل المحيط ديالي، نبدل العادات اليومية ديالي. أنا ما موجودش لأي واحد، أنا موجود لراسي وعندي واحد خدمة ونعطي حق للعائلة الصغيرة ماشي الكبيرة، لأن الكبيرة بوحدها، الصغيرة الوليدات اللي معاك في الدار كنعطيهم حقهم، كتلعب معاهم شوية، كتعطيهم واحد ساعة ساعتين ثلاث سوايع في النهار، كترجع ثاني للخدمة ديالك. علاش؟ لأن أنا كنهضر على راسي، الطريقة ديال الخدمة ديالي أنا كنخدمها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهاد مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكنش انت تحكم في الناس امتى غيهضروا معاك ولا امتى غيصيفطوا ليك ولا امتى غيبغيو يسولوك. يعني ربما انا غنبغي نعس مع 12 وحده يلاه باغا تكون حتى هي وحده نصيفط لك مع 4 الصباح وحده مع 6 الصباح وحده مع 8 الصباح وحده مع 12. يعني كل واحد وخاصك تمشي على قد عقليته وعلى قد المستوى ديالو. ديما النصيحه اللي غادي نعطي لكم هبطوا عند المستوى ديال الفريق ديالكم ديال الناس ديالكم هبطوا المستوى ما تطلعوش مع الضيفو. هذا الفرنسي هذا مع الفرنسي اللي كتعرفه هذا مع العربية هذا الدارجة هذا الفصحى هذا الشريحة هذا مع الشريحة. ماشي واحد كيهضر معاك مسكين على قدو وانت كتهضري معاه فرنسي راه لا يعقل. هو كيحس انك انت متعالي. يعني الفريق ديالنا خاصنا نحبوه ونبغيو ونجرو عندنا. انا وحده اللي تحت مني واخا تخاصم معايا واخا تقول لي بغا تقول بحال بنتك ولا ولدك نخليها حتى تبرد ونجرها عندي لان انا مصلحتي عندك السيده وخاصني ندير لها خاطرها. ما نتقلقش منها مازالني فوق مني ماشي مشكل ولكن اللي تحت مني وانت من الفريق ديالك ما خاصكش تقلقي منها لان هي باش تعطي لك المستوى هي باش تعطي ديك المستوى هي باش تعطي ديك النيفو وهي باش غادا توصلك. ملي وصلنا لمواقع التواصل الاجتماعي جات الخدمة. ها هو واحد من الفريق ديال المواقع بس كل هذا الفريق ديالي مواقع التواصل الاجتماعي انا ما كنقولش الزنقه يعني ما كنديرش بروسبكسيون ولا استقطاب في الزنقه كنديرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكاين واحد العدد كثير ديال الطرق كما كنقولوا ديما 8 مليار ديال البشر فوق الكره الارضيه وصلات 8 مليار ديال البشر. حنا المغاربه مثلا 40 مليون والناس اللي كاينين في دي اكس ان نقولوا مليون ونص ديال الناس. فينا هي 38 مليون فينا هي 35 فينا هي 10 فينا هي 10 فينا هي 5 مليون ما تاخذش منا حكم علاش نتسنى هذيك انا اللي جارتي وخالتي وعمتي وهذيك اللي ما بغاش اللي غدير لي الاحباط ودير لي السلبيه. كاينين ناس اخرين ما بغيتيش انت بلاش انا من عندي بعدا ما تسجليش معايا ما عندي ما ندير بك كنهضر على راسي ماشي نتوما ما دي اكس ان عطاتني انا 180 دوله علاش نحصرها انا في الدار عندي؟ علاش نخليها انا في السيكتور عندي؟ علاش ما نتوسعش في المغرب؟ علاش ما نتوسع باش تسمنا هذوك اللي كيجيو من برا كيسجلوا لنا المغاربه؟ علاش حتى حنا ما نسجلوا لهمش الناس ديالهم؟ راه كلشي ساهل كلشي كاين كلشي موجود اللي بغى اللي ما بغاش كيدير اعذار راسو. والحمد لله ذاك الرقم اللي قلت لكم قبل من 2023 راه وصلت ليه. اللي عقل داك في الاول ديال الشهر الاول ديال هذا الشهر قلت لهم راه حطيت واحد الرقم شكون اللي عقل عليه؟ انا شحال خديجه؟ ما قلتيش لنا الرقم قلتي لنا حطيت ما قلتيش الرقم قلت الرقم انا عقلت عليه يا سابقا لان كما قلت لكم راه الاهداف ما تكتبش على عامين ماديه ولا ماديه ماديه ولا ماديه ماديه ولا شخص نعم ياك عقلي عليك عضو شهر واحد لكن واش العالم كله باش نكونوا متفقين راه اول واحد في التسويق الشبكي في العالم كله كيقول لك هضره مع 100 واحد وغرب لهم يبقاو لك 20 والله يخدموا ثلاثه راه 100 واحد شي يخدموا لك فيه ثلاثه اول واحد في التسويق الشبكي وينصون سميتو واسم سير قراو عليه هو اول واحد في التسويق الشبكي في العالم هو اللي كيعطي المحاضرات ديال التسويق الشبكي كيقول لك ثلاثه في الشهر يخدموا لك من 100 شخص تيجي ب 100 راه المشكل الا جبتي 10 ما خدمش لك منهم حتى واحد. انا ما بقيتش كنركب على العدد كنركب شكون يخدم معايا ما تعرفيش
راه بعض المرات كيكون معك عائله الناس كاع ديال العائله كيخدموا معاك وما كيوصلوش. لكن انا عندنا كنطلبوا واحد الاسئله، راه الاحصائيات اللي كاينين في التسويق الشبكي راه قلتها لكم ديك المره، ان اي عضو تسجل معاك ومكمل معاك 3 شهور هذا كنعطيوه 80% انه غيستمر معنا الا خدم معاك 3 شهور. شي واحد ياخذ الصابونه الشهر الاول الشهر الثاني والشهر الثالث الا فات معاك 3 شهور، هذا راه احصائيات عامه ديال جمعيه البيع المباشر اللي كاينه في الامريكان وكاينه دابا في الشرق الاوسط. الا كمل معاك 3 شهور راه 80% غيستمر معاك، هذا غيولي قائد المستقبل. الا خدا الشهر الاول الشهر الثاني ما خداش ولا غير تسجل وما خدا حتى حاجه اقلب على واحد اخر. خدمت معايا عام ونص ومشات خدمت وكانت كتفعل شهريا. هادوك حالات اخرين كاينين كاع عند الناس واصلين كاع مستويات اكبر من داك الشيء. و انا بالنسبه لواحد السيد كاين حتى هو في التسويق الشبكي هذا ويلسون، النهار اللي بدا حتى هو يقترح عليه صاحبه حتى هو راه عاود في القصه ديالو واحد النهار يعطي راه هادشي كامل اللي قلت انا دابا في قصه نجاح حتى هو راه لقاه. واش باش كيجاوبو السيد ولا داك صاحبه اللي هو الباران ديالو يبحث عن شخص اخر نفس كل شهر كيجاوبو بنفس. اشنو هو الحل ديال هادشي؟ راه لقيت المحبطين السلبيين اللي كيبحث عن شخص اخر. يعني كان ديال ويلسون اللي كانت المقوله ديالو. كيقول لي انا ما لقيتش، كيقول لي ابحث عن شخص اخر. عاوتاني ما لقيتش الى ان ما عمرو لقى. لان حنا ملي وابتدا الى لقيت 10 د الناس وخدامين راه نوقف عليه على راسي. ولكن راه خاصني ديما الاستمراريه. بالنسبه للانترنت فيسبوك راه نجمه 6 باش ما تقولوش راه خاصنا الواي فاي، نجمه 6 انستغرام نجمه 6 ها خدمو، ولكن خاصني كما كيقول رشيد العلوي خاصني نفيق نلقى دي اكس ال في راسي والناس نخليها في راسي بجهد اللي فيها المشاكل. نديرها في راسي كاين بزاف ديال الطرق الحمد لله، راه ما كايناش شي وحده فيكم اللي ما كايناش في شي جروب. كيتلاحوا الفيديوهات، كيتلاحوا التصاور، كيتلاحوا التحفيز، كيتلاح الكتابه، كيتلاح كل شيء. اشنو خاصنا؟ خاصنا نهزو هزي كوبي كولي ما ديري حتى حاجه. ما قلنا لك كتبي، ما قلنا لك عبري، ما قلنا لك صوري، ما قلنا لك ديري مونتاج، ما حتى حاجه، غير ديري كوبي كولي. ولكن حتى داك كوبي كولي كيتبعها بعض التقنيات. وما دوك يخلص عليهم انا 3000 درهم عطاهم لينا غادي نرجعو لدابا، دابا راه بقات 5 دقايق غنساني باش ندوزو للأسئلة. حاجة سمح لي راه عندي واحد لاكوموند مع الستة. ديال 20 مليون ديال الناس فيسبوك يوميا، الا خرجتي انت من هنا تلا شوفي الناس في الجريده ولا في الشارع ولا في الطوبيس ولا شحال ديال الناس كاع غادي تشوفي. كازا كلها فيها 6 مليون ديال الناس، ولكن دخلتي فيسبوك غتلقاي 22 مليون غير في المغرب. دخلتي انستغرام غادي تلقاي 8 مليون. دخلتي اليوتيوب غادي تلقاي 24 مليون ديال الناس اللي كيدورو. واش انا نخرج للزنقه ولا ندخل لفيسبوك؟
22 مليون يعني ندخل انا الفيسبوك نحط فيه، ولكن باش غادي نحط خاصني نخدم على واحد الصوره ديالي، لان حتى الفيسبوك كيقول لك لا شري، ماشي غير جي وخط، ماشي عندي السوق قصاريه عشوائيه هنايا اللي جاي حط شي حاجه ديالو، كيحط على حسب النظام ديال لاباج ديالي ديال الصفحه ديالي. الا ردي بالبال نص اي صفحه اشنو كنلقاو؟ كنلقاو النجمات، كيبان لكم كاين خمسه النجمات، ودوك النجمات هما باش كيكلاسينا الفيسبوك. وملي كتكون عندك نجمه واحد ها نجمه وحده بقى هنا شد نوتي هادشي. النجمه الثانيه كتبع هذا، النجمه الثالثه بحال غادي الاوتيل 5 ايطوال 4 ايطوال ممكن تحدد لينا في المخزن. اي صفحه تدخلي البروفيل ديالك تحت من الصفحه كتلقاي النجمات، على حسب كتلقايها بيضاء كتلقاي ثلاث ان شاء الله عرفنا نرسمها لكم بحال هكا، كتكون بحال هكا تقريبا وبيضاء. والنجمات اللي عندك على حسب المستوى ديال لاباج ديالك كتلقايها صفراء ملونه بالصفر. هذه باش كيكلاسينا الفيسبوك لاباج ديالنا. اقدر انا مثلا اللحمه منشور عندي انا مثلا في لاباج ديالي يشوفوا 100 واحد، اقدر تلقى انت ما يشوفوا حتى واحد، يقدر يلحوا واحد اخر يشوفوا 1000 واحد، يقدر يلحوا الناس الكبار يقدر يشوفوا مليون شخص. لان ذاك النهار قلتوا لي لاباج باش جاوبتكم بالنسبه للناس اللي ما كاينينش، غندير لكم لاباج سهله. ولكن لاباج اشنا هي؟ بحال قلت لكم انت دابا عندك لاباج ديالك مثلا، عز الدين عنده لاباج ديالو، نضربو مثال عز الدين عنده لاباج ديالو، ولاباج ديالو هي هاد القاعة، انتوما باركين فيه. دابا عز الدين إلا ناض هنا وغاز شي حاجة في يديه، ولا عز الدين غنشوفو راه داير كاسكيطة وداير نضارة، يعني كلنا شفناه. ولكن إلا قلت لكم خرجوا كاملين سدوا القاعة، يكون عز الدين غا هنا بوحدو، يدير لي واه هنا باش شافو حتى واحد. انقازي اشطاحي العافية وكلي ينعس يدير اللي بغا يدير، باش شافو حتى واحد. كذلك لاباج، راه لاباج إلا ما عندكش فيها متابعين، واخا تحط فيها ما عرف شنو، بلا ما تحط فيها أصلا، يعني خاص يكون فيها متابعين. لاباج بحال اللي قلت هاد القاعة دابا. لا المتابعين والصورة ماشي مشكل. هي اللي كتجذب الناس. الصورة أو المحتوى هو الأول، أشنو كتخدمي أنت بعدا لهاد الناس؟ يعني واش الناس غيستافد؟ واش كاينة شي قيمة مضافة لهاد الشيء اللي كتعطي هاد الناس ولا لا؟ محتوى هادف. محتوى هادف. وثاني حاجه اغلبيه كيديروها اللي كنطيحوا فيها كاملين هي اشنا هي؟ لاح واحد الشخص مثلا، لاح واحد لا فيديو، انا مثلا لحت واحد لا فيديو كان ديالي انا اللي صورته النهار الاول، انا اللي قديت داك الفيديو لحتو في لاباج ديالي، ومشى واحد تيليشارجاه حيد ليه الرابط وتيليشارجاه ولاحو في الجروب ديال الواتساب، مشى فلان وفلان او فلان وفلان 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 كلشي كل ناس هنا، راه فيديو واحد كيضرب في المغرب كامل مثلا، وكان عاود نلوحو في لاباج ديال لا كل شي واحد اخر في لاباج، راه دوك المشاهدات راه كيرجعوا ليا انا. لان الفيسبوك حتى هو راه عنده واحد الحاجه سميتها حقوق الملكيه. واش شريف راه داكشي ماشي ديالك ما تشبرش، يعني انت كدير اشهار لواحد اخر، كدير اشهار لواحد اخر كتعاونو، هزو ديال لي كيما بغيتي دير لي، من الاحسن يكون ديالك انت. كذلك في اليوتيوب خاصني نشوف الميساج كيتخذ الفيديو كيدير ليه مونتاج، كاينين طرق ديال المونتاج باش كنبدلو باش كنرونو الخوارزميات ديال الفيسبوك، كيسميوهم الخوارزميات، الدماغ ديالو ديال الداخل ديال الريبوت، راه ماشي مول الفيسبوك ولا اشخاص اللي كنلقاو تما كيقشعونا، راه الروبوتات الالغوريتم ديال الفيسبوك هو اللي خاصنا نرونوه. بان لي الناس ناعسين، كاين شي ناس لا شفتهم الناس اللي ناعسين، كنخدموا على الالغوريتم ديال الفيسبوك باش كنرونوه باش كنقولبوه بهذه الطريقة بهذه الكلمة اللي كنقولوا حنا، نقولبوا الفيسبوك باش ما يقشعناش. كذلك في اليوتيوب، أنا نصور دابا الفيديو ديالي نلوحو وسيم تهزو، كي كتهزو ديك الثانية يقول لك الشريف سبحان الله ماشي ديالك. واتساب لا واتساب تيك توك حتى هو كلشي عنده حقوق الملكية. الافضل والاحسن يعني الانسان يسجل واحد الفيديو خاص به هو، يعني واحد القيمة كبيرة عند
لان مفاتيح نهار اللي صورت التجربه ديالها راه كلشي هزها. علاش ما صورتش انا التجربه ديالي؟ داروا فيها داروا بها منتوجات اخرى. ماشي غا هي ماشي غا هي تاولوا كاع الكلام اللي كاين وتاولوا كاع المنتوجات كلشي كلشي كيقولوا كلشي كلشي. راه كاينه واحد الحاجه حنا دابا راه باقي المشكل واحد مع لي باج. الناس واصلين للذكاء الاصطناعي الناس واصلين للذكاء الاصطناعي. عرفتي شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ عرفتي شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ راه خيالي شي حاجه خياليه. حنا باقي واحدين مع لا باج. راه الناس راه خدامين الذكاء الاصطناعي. شنو هو؟ كتقول ليه بغي نصيب شي حاجه يصيبها لك يقادها لي كيعطيني محتويات. راه النظام المعلوماتي في العالم كله راه في خطر. راه شركات كبار راه في خطر. شركات كبار فين نبانو حنا راه في خطر كبير. الحكومات في خطر كبير. النظامات في خطر كبير بزاف بسبب الذكاء الاصطناعي. راه عارفين شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ راه واصلين لشي حوايج ما يتقبلهمش العقل ديالنا. ما يمكنش يتقبلهم العقل البشري حاليا. ولكن راه كاينين. حنا باقيين وحدين. واش فيسبوك واش الفيديو ديالي ولا ديالك هذا ما فيها باس. ان التليفونات ديالنا كاملين. خديت لا كوموند ديالي. عافاك يا بنتي بكي. ما فيها باس. خديت لا كوموند ديالي حتى انا جيت للفرع قلنا كناخذوا لا كوموند ديالنا في الاول ديال الشهر ولا في الاخر ديال الشهر. خديت مندوج. داك المندوج مثلا سبيرولينا. كنا عارفين سبيرولينا. هزي وصوري انت صوري التليفون. هذاك تسمى ديالك. هذاك فيديو ديالي. هضري بطريقه ديالك. داكشي اللي كتعرفي انت على سبيرولينا. ما تزيدي ما والو. ولا مشي تفرج واحد الفيديو ديال واحد السيد اللي كثر مني في المعرفه ونسجل هادي 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 ونجي نديرو بطريقه ديالي انا بالهضره ديالي. لان الخوارزميات ديال اليوتيوب وديال فيسبوك راه كيقشعر الصوت. راه المغنيين دابا اش كيديروا لهم؟ واخا يكون خدمها واحد في الجريده وغنصور انا فيديو هنا يقدر تسمع التليفون راه كيضربوا ليا كوبي رايت اللي كيقولوا لي. يعني باش ندخلوا للمجال كما قلت لكم قبيله خاصنا نتعلموا هو الاول. هاد المصطلحات اللي سمعتوا دابا خاصنا هادشي كامل نعرفوه عاد يمكن لينا نخدموا. ولكن ماشي كنخلعكم بهادشي. لا ساهل. كاينين ناس اخرين واصلين من غير كاع ما عارفينش واش كاين فيسبوك واصلين فيها الناس بلا اكسين دايرين جروبات ودايرين فروق ودايرين فلوس. غير دابا الوقت اللي واصلين ليه حنا خاصنا نتعلموا هادشي وخاصنا نكونوا واجدين ليه لانه ضروري. ما عندناش غروب. حطوا الاهداف ديالكم. ديروا تغيير المحيط ديالكم ضروري. شنو ما يغيرش المحيط ديالكم؟ هذه اول حاجه. نغيروا المحيط هنايا وندير تحديد ديال الاهداف ونتوكل على الله عز وجل ونوض نخدم. هذيك باينه. هذيك شوف في اي مجال راه النظامات الكبار كاع وكيختلفوا معاهم الناس. ضروري كاينه معارضه وكاينين. الانسان كيتكلم ماشي انسان ما بغاش يخدم ليا ولا يخدم ليا. هذاك عذر. تمام. هذاك عذر. علاش كتقول الدايركتين والسوق الشبكي كله ضخ دماء جديده في الفريق. هذيك باش اللي ما بغاش يخدم خليه ناعس. انا كنقولها ليهم ديما في الجروبات ديالي ما بغاش نعس نجيبوا ليها مانطا ومخدة ونغطيوها وسخناها اختي وسيري نعسي حتى 70 عام. وكان الانسان بالمهتم هو اداء عن حال المهتم. ما كاينش داك انا كاع ما كنخدم داك كاع ما كنخدم التزواق ديال الهضره نيشان. بغي ما كاينش يهتم بالمهتم. بغي يجي نعسي هاكي على المنطقه. انا كنخدم مع سالينا كيما جات هي غتجي وحده اخرى. يعني الا كنهضروا بداك البروتوكول وداك الشيء حنا غنخدموا نيشان. يعني اللي باغي يخدم راه غيخدم. اللي كيدير اعذار راسو راه دوك الاعذار اصلا العقل ديالنا لا واعي راه كيتقبلهم. ولكن ملي كنوض نخدمو كنحاربو داكشي اللي شفت لكم قبيله. ان النفس لاماره بالسوء كاينه في القران ماشي انا. يعني النفس ديالنا ما كتبغيناش نديرو شي حاجه اللي هي مزيانه ولكن خاصني نحاربها. نروديها. خاصني نروديها. خاصني انا يهضر معايا واحد مثلا باش نستقطبو خاصني نعرف شنو غنقول ليه. ماشي ندير هنا 2001 راه غادي نسجل انا 2001 ويجي عندي غا واحد وما نقدرش نقنعو. راه لا يمكن. ولكن علاش فلانه كتقنع انت لا؟ علاش فلانه عندها وانت لا؟
هادشي اللي خاصنا نعرفو وهادشي اللي خاصنا نخدمو عليه، نخدمو على الشخصيه ديالنا، نخدمو على الثقه بالنفس، نعرف دلائل من جميع الجوانب، نعرف التسويق الشبكي من جميع الجوانب، نعرف الحلال والحرام دايك سير في التسويق الهرمي، التسويق الشبكي، نعرف كل شيء، يكون عندي فقهاء، يكون عندي ائمه، يكون عندي مقولات، يكون عندي نص قران، يكون عندي نص حديثي، يكون عندي ثقه في النفس، يكون عندي الطريقه كيفاش نوصل واحد الفكره. ماشي يجي واحد يقول له وكاينين كاينين هنا قاده كبار، قاده كبار في دي اكس فين بان انا قدامهم. والله العظيم جوج ديال الناس قاده كبار من غير ما نقول السميه ديالهم الا قالوا لي صيفط لينا الحرام والحلال في دي اكس. راه شفناك واحد الفيديو عافاك الله يرحم لك الوالدين، انا فلانه وانا فلان صيفط لينا. اشنو غادي نقول لواحد؟ يعني انت قائد قدك الدخله وما قدرتيش تجاوب على السؤال واش حلال ولا حرام؟ هذه اشنو كنسميوها؟ طلعتي خاوي، طلعتي خاوي صافي. لقيتي واحد الفرصه، جات واحد ضربه حظ طلعاتك، ومن يطلع خاوي راه كيتزعزع من تحت. شكرا لكم على شكرا لكم على حسن الاستماع وحسن الاصغاء، وهذه هي القصه ديالي مع الدايس وبقى فيها بزاف ما يقدرش لكم قلب راه. علاش كيبصم هو باقي هذا غادي ندوزو الأسئلة عفاكم، اللي عندها شي سؤال يعني باش نسالي والله يرضي عليكم، اللي عندها شي سؤال ولكن أسئلة بانتظام. واحد واحد سول السؤال اللي بغيتكم في هذا المجال ونجاوبكم إن شاء الله. اللي ما خرجش الساعة 20 نعم شوف دي إكسين ديال كل شيء، الحاجة دي إكسين ديال كل شيء، اللي قاري اللي ما قاريش، اللي عنده اللي ما عندوش، اللي غالي اللي فقير، كل شيء. يلا استاذ هي الفيديو واش عامه ولا خاصه؟ لا الاسئله ديال اللي هما باش ما نحلوش مجال ثاني عفاكم الله يرضي عليكم ديال العام السي حل كيس عليا. لا لا ما غادي نسول على قاعده الكبار بالنسبه للتركيز ديال المحاور وما ركزتيش على الموضوع بالمحاضرات ما قدر الانسان يحضر المحاضره مهما كان وماشي بالضروره يكون ديال دي اكس. هذه وحينا التجربه ديالي كاين ما كان شي محاضره يحاول الانسان يمشي يحفظ راه كتستافد منها بزاف. غير ريح وتصمت غير ريح وتصمت. شوف قلنا ما عندناش وقت ولكن نهار كنحدد واحد الهدف ديالي راه كنضبط وقتي وكنخرج الوقت من ذاك الوقت اللي هو ما كاين. هذه ضروريه. كاينه مساله اخرى اللي كتواجهنا كاملين هي المحيط ديال العائله. عارفين اللي انا سباب غدا بعد غدا كنهضر على المنتجات راه صعيب في العائله ما بين ليله ونهار حتى كنتي سباق كتهضر لي على المنتجات. حاولوا نتفاداو العائله راه كاين عائله كيهما حساس على من خلال التجربه اللي كنعيشوها. راه صعيب باش تقنع واحد من العائله ولو هي من التحاميش فوت هذاك اللي بغا يقول لك كنتي سباق ودابا علاش قلت لك شوف راه كاين عائله اخوان واخوات اللي كيتحطوا في هذه النقطه هذه كيبدا من لونتوراج ديالو لانه دي اكس ان كتقول لك بدا بالمعارف ديالك. راه كاينين اللي كتبقى معاهم مشكل في العائله الجو العائلي ما كيتقبلش هذه الفكره وكيخليك تبقى واقف في بلاصتك. سمع عليا وما قلتش ضروري يكون صبرك. انا هكا زعما عندي واحد من العائله فرق المال استاذ تعليم عالي وانا باقيه الله باقيه علاش لان العلم والمعرفه والخبره بحال ما بغيت زعما نجبد الزوجه ديالو العائله وانا باش نشجعهم معايا قاليش كدير هاد الدرهم واحد استهزاء اشنا ندير بها هاد الشركة؟ قلت ليه مقدرة غذائية وبديت كنهضر زعما واحد شوية هي الثقة اللي عندي أنا بقى معرفة والو. قال لي اش قلتي عاودي عاودي؟ قال لي قلت ليه مكملة غذائية. قال لي ما معنى ذلك؟ قال لي نكملوا الغذاء بالغذاء يجي عندي دابا هو أنا سكت ليه. يلا نبداو بالأسئلة. يلا نبداو نبداو بالأسئلة عفاكم. سمية هي الأولى. أنا ما كنتش سؤالين السؤالين. تعقيب. كنت غنجاوب على السي حميد. حنا المنتجات هما غذاء وأصلا حنا دائما كنتكلموا على الغذاء ديالنا. عادي باش تكلم على شي واحد ما غتبقاش تصعوبة في الغذاء. شي حاجة اللي هي طبيعية بالنسبة لنا. وجدوا الأسئلة ديالكم إلهام. سامي طيب بغينا نتكلم سامي على مواقع التواصل وكيفية الخدمة على مواقع التواصل. هادشي اللي بغينا اليوم نعرفوه واش غادي نخلصوا عليه
واش عندنا شي مساهمه واش باش نبداو على هاد الحال. جينا اليوم باش نخدموا على مواقع التواصل ولا كاينه شي مساهمه وغادي نقدروا عليها وغنمشي عليها كلشي فمرحبا. هذا هو الهدف. الاسئله اخرى كتبقى من دار واخا. هذا هو اللي صح اللي بغيناه بالنسبه للجواب ديال هذا السؤال. باش نخدموا مواقع التواصل الاجتماعي انا من خلال التجربه ديالي كنقولها لكم خاصنا نخدموا بعدا على البراند ديالنا على الباج ديالنا على الشخصيه ديالنا على الصفحه ديالنا نعمروها بعدا. يعني ما تجيش ونحط فيها واحد لا فيديو مثلا وكنتسنى منه باش يعطيني. ابدا ما غاديش يعطيني كما قلت لكم. علاش؟ لان راه قال لي في كل دقيقه راه كتصيب 5000 باج في العالم في الفيسبوك. كتصيب 5000 كل دقيقه. ضربوها في ساعه شحال؟ ضربوها في النهار شحال؟ راه غير انا راه عندي 19 باج. واش كنخدم؟ واش كنخدم؟ ما عرفتش علاش خرجت هذه. باش كنخدموا ما جاوبوش على داك السؤال. قلب على سؤال اخر. واعر الدين هذا السؤال ما محتاجش تسولو. اقرا ليه هنا اقرا ليه. يعني ملي كان ها؟ قول لي السالير ديالك انت. حتى من الشروط باش شوف الهام باش ما نفوتش السؤال ديالك تحتي. لا غادي نجاوب غدا حتى تقتنع. بالنسبه للفيسبوك انا كننصحكم نصيحه ديال التجربه ولكم واسع النظر. خدموا على الصفحه ديالك وبغيتو نديرو نهار خاص بالفيسبوك والصفحات وداك الشيء ما عنديش مشكل يعني. ولكن ما يكونش بحال النهار اللي درناه هنا. واش ديك الفوضى؟ يعني ماشي الفيسبوك راه يخدم فيه اي واحد. ماشي انا ما عرفتش حتى نحل التليفون ونبغي نخدم في الفيسبوك راه امبوسيبل. باش ما نضحكوش على راسنا. دير لينا نهار الله يرحمك يعني. لا شوف اللي غادي يجيو اللي غايجيو ديال الفيسبوك يجيو الناس اللي عندهم مع الفيسبوك اللي عارفه تدخل الفيسبوك. اما اللي ما عارفاش تدخل الفيسبوك يقول لي اشنا هو الفيسبوك بعدا. لا واش غتصيب ليا باج؟ ما غنصيبش ليك باج. باش نجاوبك من ما غنصيبهاش ليك. باش نكونوا متفقين. انا ما عنديش ذاك الوقت. كما قلت لكم بدات تغير الوحيد. وبدات تغير السي ما غنصيبش ليك باج. نقدر نصيبها ليك بالفلوس. لان عندي وقت ثمين. من حقك. هذه حاجة الأولى. لا هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية غنصيب ليك باج. هاني كاع نصيب ليك باج. مثل بحال هذاك اللي قالوا ليه وغتزوج راه غنعاونوك. ها هو تزوج غتزوج صافي راه مشيتي. كذلك انت حنا في البيت. انا سيدي غنصيب ليك باج. خلصني في باج ونصيب هذيك دابا. واخا القاعه كلها نصيب لكم هذا الباج دابا نغد ليه في الصباح غتلقاو لي باج ديالكم كاملين. خلصونا نعطيها لك. ولكن من مره ما جاوبتهمش ما عنديش